حلو حلو. فخلينا نبدأ بقى من الأول كده ونعرف برضو ونتكلم في يعني النوستالجيا شوية وبداية كابتن عبد الله الزيات، وبعدين نوصل لغاية كمان مدرب حاليا في الأكاديمية وكمان مؤلف أغاني. خلينا نبدأ من الأول. هي بدايتي أكاديمية كرة القدم كانت بيشرف على تدريبها كابتن ربيع ياسين وكابتن حمادة مرزوق، طبعا أسامي كبيرة في النادي الأهلي، وتم اختياره وجيت النادي الأهلي. قعدت فترة في الناشئين، وبعد كده بقى بدأت يعني سلسلة تجارب في دول كتير. يعني كان ضيفكم الاثنين اللي فات الكابتن أحمد سلامة، تزاملت معاه في الدوري اللبناني، كنا في نادي الشباب اللبناني، ولعبت في الدوري الأردني. انت عملت لفة حلوة وموريتانيا وحاجات زي كده. ولعبت، انا لعبت في ثلاث أندية في الدوري الموريتاني، يعني لعبت بطل الدوري الموريتاني في سينا وزيبو، ده بطل الدوري والكاس هناك، ولعبت في نادي الرياض كان نادي لسه صاعد حديثا للدوري، ولعبت في نادي الميناء. يعني اوكي، اخر تجربه ليا وامتع تجربه فيهم في الدوريات العربيه كانت بالنسبه لك ايه؟ يعني كل الدول العربيه اللي رحتها حقيقه حبيتها كلها. يعني انا كل شعب ليه مذاق خاص وليه طبيعه مختلفه، وكل الشعوب اللي انا رحتها كلها بتحب الشعب المصري، ويعني وده حقيقه يعني. فسعيد جدا بكل التجارب دي يعني. حلو قوي. وبعدين بقى بعد ما خلصنا كوره رحنا للتدريب، وده حال لعيبه كتيره كبار يعني وتقال. بدايه التدريب كانت فين، ولا هي البدايه كانت في الاكاديميه عندنا؟ بدايه التدريب كانت في نادي جعلان العماني، كنت ماسك مراحل البراعم هناك، كان الناس مديني كل الصلاحيات في قطاع البراعم هناك. ورجعت الموسم اللي فات نظرا لتفشي فيروس كورونا هناك، فتم الغاء الدوري الناشئين للموسم الثاني على التوالي وللدرجه الاولى اللي كان اول موسم. يعني هم لسه حتى بادئين فترات اعداد الفتره دي. الغاء مش تاجيل، لا الغاء، الغاء تام، الغاء تام لمده موسمين لدوري القطاعات الناشئين. وللدرجه الاولى كان الموسم اللي فات، رغم ان كان في دوريات اللي هي الدرجه الثانيه هناك اللي هي المسمى عندنا هنا ممتاز به، كانوا وصلوا التصفيات الاخيره وكان باقي ماتشين ويبقى في صعود، ورغم كده خدوا القرار هناك وكل الانديه التزمت، كان الموضوع صعب هناك يعني. فقلت ترجع على مصر. فرجعت على مصر، وكنت يعني بشكر الكابتن شطه وكل اللجنه الفنيه في اكاديميه كره القدم، كلهم نجوم كبار وكتدريب وكلعيبه يعني، بدون يعني مش عايز انسى اسامي الكابتن خالد جد الله، الكابتن احمد عبد الباقي اللي باكن لكم الاحترام والتقدير، الكابتن اكرامي، الكابتن محمود صالح، الكابتن مدحت طه اسماعيل، الكابتن فوزي سكوتي، كلهم مدربين كبار، وبشكرهم على ثقتهم فيا ان انا اكون متواجد في الاكاديميه الموسم ده. واحنا دايما بننال منهم الدعم والمسانده اللي بتخلي كل المدربين يقدروا يقدموا كل ما لديهم يعني. اكيد. بس انت يعني نقدر نقول ان انت انهيت مشوارك كلاعب مبكرا شويه، ولا الظروف والملابسات؟ لا انا 37 سنه دلوقتي، انا 1/12 اللي جاي. لا انت مش، بس انت بطلت اللعب من فتره. لا انا بطلت الموسم اللي فات يعني. الموسم على طول اللي فات كنت كده زي الفل، كنت في سلطنه. انا طمني عليك. كابتن احمد سلامه قال ان هو بطل 32 وعمره دلوقتي 36، فبرضه كان اخر موسم كان هو بيبطل، وكان انا جاي للدوري اللبناني. لو بتفرج علينا احمد سلامه شخصيه جميله جدا جدا جدا، وملتزم كمان يعني، قضينا موسم في لبنان ملتزم اخلاقيا جدا. ف كان بيبطل الموسم بتاع لبنان، وانا اللي رشحته هناك، وقدرت اقنعه انه يكمل الموسم هناك، وما شاء الله قدر ينهي الدوري هناك، هداف الدوري من الموسم الاول ما شاء الله. احمد سلامه هداف كبير ولاعب محترم يعني. حلو قوي. ف 37 سنه دلوقتي ما يبانش عليك خالص، بسم الله ما شاء الله.